طبعا عيد الام عيد ليه خصوصيه شديده جدا، ويمكن اكثر ناس كان عندهم قدره عبر العصور على ان هم يعبروا عن شيء من مشاعر الامتنان تجاه امهاتهم. كانوا بيبقى دايما الادباء والشعراء، ودايما من خلال قصائدهم عندهم القدره ان هم يوصفوا في كلمات رشيقه جدا الام بتساوي ايه من وجهه نظرهم. الحقيقه الاحتفال بعيد الام ده من الاحتفالات التاريخيه، يعني ليها تاريخ طويل جدا. شفنا كتير يعني من في عصور مختلفة كان في احتفال بعيد الأم، ولكن لو هنتكلم بقى علينا احنا شخصيا في مصر يعني ممكن يبقى عندك انت التفاصيل. انا عايزة بقى اقول لك لان حلو جدا نسمع فعلا الأدباء والشعراء يعني اللي كانوا لهم وما زالوا يعني ما زالوا لهم قيمة كبيرة جدا، ازاي احتفلوا بأمهاتهم في كلمات وصفوها يعني كلمات بسيطة ولكن كان معناها كبير جدا. خلينا نبدأ مع بعض مثلا لما نتكلم عن الروائي العظيم نجيب محفوظ لما قال لعبت أمي دورا إيجابيا في تشكيل شخصيتي وتحديد مساري الأدبي رغم أنها لم تكن تجيد القراءة والكتابة فلقد علمتني الحياة. طيب خلينا كمان نروح لعبد الرحمن الأبنودي اللي قال أمي هي ملهمتي الأولى التي صنعت مخزوني اللغوي والشعري. والشاعر السوري كمان نزار قباني اللي أبدى حقيقي في أشعاره عن المرأة وقال تعلمت هذا العشق في حضن أمي التي باتت نموذج الأنثى في حياتي. نختم بجبران خليل جبران شاعر المهجر كان بيعتبر برضو أمه هي السكن والوطن في بلاد المهجر، فهي الأم اللي قررت أن تبحث عن مستقبل أطفالها، التي قررت أن تبحث عن مستقبل أطفالها. فحاجة جميلة جدا برضو يعني بص كلمات بسيطة لكن أنت بتتكلم عن شعراء وأدباء لهم قيمة كبيرة جدا، والمزيد والمزيد كمان من الكلام اللي اتقال في حق الأم. ولكن إحنا على مدار الحلقة بقى خصصنا النهاردة حلقة يعني جزء كبير منها هنتكلم أكيد عن الشق ده وهنحتفل مع لا وفي ضمن اللي انت قلتيه كمان يا نهاوند الجملة الذهبية اللي قالها نجيب محفوظ قالك لقد علمتني الحياة. بص الجملة دي بقى ومشيتها واسعة إلى أي درجة، علمتني الحياة مفيش أبلغ رغم إن هي لم تكن تجد القراءة كمان والكتابة لأن وأنجبت نجيب محفوظ اللي هو لغاية النهاردة احنا عايشين على حس أعماله المحترمة.